تتكلم كذا معناتها ان فرات صادقه في جود، وبالعكس العكس انه جود، لا جود انسانه مرتبه وتحب الخير للناس. وعلى كذا مثلا فرات قالت من صديقتها الثانيه عن كلام عن جود مش كويس، صح؟ علشان تكره مين؟ الناس في جود. الثانيه هذه اخذت كلام فرات وسمعته، هل هو صحيح ان الثانيه تاخذ كلام فرات تسمعه؟ لا. ولا ايش تسوي؟ قولها يلا. ولا تتاكد اول شيء بنفسها انه هذه والله جود صدق، انه هذه جود فعلا عندها الاشياء هذه مش كويسه، صح؟ مو تفهم من الناس، مو نسمع من الناس كثير، في ناس كثير قاعد تشوه سمعتكم، صح؟ او في ناس يمشون ويشوهون السمعه، فهذا نقول لهم دائما ايش؟ بالعكس احنا لازم نهتم في محبه الناس عشان الناس تحبه. طبعا هذا ترى مثال، مو صدق، مثال يعني. فاحنا نقول ايه، فاحنا شو نقول؟ كيف راسك عندي صدق يا رند؟ فانا اقول لكم على حاجه، هذا الكلام اللي قاعد يصير انا اوضح لكم حاجه، فاحنا لازم نحسن الظن في مين؟ في الناس. ولازم عشان يحبوننا الناس نكون محبوبين للناس. لما تجين عند واحده وتدخلين عندهم يقول الله جت مثلا فرات، يا زين فرات، وبالمقابل فرات مثلا انسانه مميزه وعندها اشياء ايجابيه، وكل ما قالوا عن فلانه حتى لو فلانه فيها شيء مش كويس، جت فرات قالت لا والله صراحه انا اقول لكم انه فلانة من الناس هذه إنسانة مميزة وتذكرها بالخير. فهذا وش يصير للفرات؟ الناس يحبون فرات أكثر، والله يوفق فرات أكثر ويزيدها إيش؟ ها؟ حسنات وتوفيق. فحنا نقول لكم يا بنات عشان يكون عندنا محبة الناس والناس يحبوننا لازم نحسن إيش؟ أعمالنا لمين؟ الناس. يا سلام عليكم. لازم يكون روحه يلا لازم يكون عندنا إتقان في إيش؟ الناس. في ايش؟ الناس. لا مو في الناس، تدخلين في الناس ما يصير. اتقان في حسن تعاملنا مع مين؟ الناس. مع الناس. معلش انا هذا الشيء بس قاعد اطول عليكم فيه. فودي كلكم يا بنات تهتمون، واللي يتابعونا انا اتمنى من يتابعونا يعني انهم يهتمون برضو في احنا دائما نقدم رسائل او يعني تجينا مثلا بعض الرسائل اللي ممكن هذا الشيء، انه احنا ترانا كنا في بيئه واحده، يعني خاصه في مجالنا اللي انتم فيه الان، في مجال الاعلام او في مجالكم اللي انتم فيه، دائما احنا يصير عندنا مثلا سوء الظن في بعض الناس، صح؟ يعني ممكن واحده طلعت وتحسد الثانيه والثانيه كذا. فاحنا اتمنى من هذا الشيء، فهد خلص، لا تكلميني، فهد خلص. فاتمنى من هذا الشيء انه احنا نقوله، يعني اللي احنا نقوله الان مع البنات، وهذه رساله للجميع، انه بالعكس نشوف واحدة ناجحة نتمنى لها الخير، نشوف واحدة عندها شيء مرة قوي وعندها شيء إيجابي شو نسوي؟ بالعكس نفرح إن عندها شيء إيجابي، لأنه في النهاية وش اللي يبقى لكم يا بنات؟ قولي يلا. أنا عندي سؤال. طب خلي السؤال الحين، وش اللي يبقى لكم في النهاية؟ العمل الصالح، صح؟ والأجر والثواب، صح؟ اللي أنتم باقين عليه. لا. يعني عشان أنتم متين. وانت ما شاء الله عندك حسنات وعندك مجموعه حسنات وعندك اعمال خير تفيدك، صح؟ وانت متين وعندك اعمال سيئه والناس تقول الحمد لله فكتنا من شرها، كانت غثيثه، كانت رعت كلام، رعت بربره، ايش رايكم؟ وش احسن؟ رند تمارا يلا برا هناك. والله برا 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 يلا برا برا يلا بسرعه برا يلا يلا يا ميرال هناك برا. ما في بيت ادبون يلا برا بسرعه. روحي برا هناك يلا هناك يلا لا تسمع عندي يلا يلا هناك قومي قومي يلا هناك قومي بسرعة يلا قلت أنا قومي صح؟ يلا اسمعي الكلام يا رند تمارا أنتم الثلاثة يلا يلا قومي واحدة هنا واحدة هناك واحدة هنا بسرعة يلا بسرعة اسمعوا الكلام يلا أنا يلا أنت قدي فوق المشب روحي هناك روحي هناك روحي هناك يلا يا رند تمارا بسرعة اسمعي الكلام أنا أتكلم على الجدار يلا واحدة هنا واحدة هنا تعالي أنت هناك تعالي هناك انت روحي هناك يلا ولا اسمع نفس واحد يلا وانت جالسين لا تتكلمين ولا تقولين شيء يلا فاحنا وش نقول يا بنات؟ انه دائما نهتم ونسعى دائما في ايش؟ حب الخير للغير، صح ولا لا؟ فاهمين ايش قاعد اقول لكم؟ مين يقول ايش فهمتي؟ يلا ايش فهمتي؟ قولي انت يلا ايوه يلا فهمت ان ما نشوف خليك راكده يا ميرال يلا اجلسي يلا طيب رند وانتي الاسبوع الجاي متم معنا ها قولي انا ايش فهمتي؟ يعني فهمت ان يعني من نقول كنا فلانه يعني كنا في يعني كنا جود
كانها يعني مرتبة وفرات هي يعني جود مرة يعني قوم معي يلا لا خلاص يلا يلا هناك يلا يلا احنا ما نطنز على احد. يا سلام عليك، ممتازه، شكرا لك، يعطيك العافيه. طيب حنا بعد هذا الكلام الجميل نروح فاصل وناخذ يعني مشاركاتكم في بيتنا الكبير اليوم في هاشتاج بيتنا الكبير 81، ونرجع لكم بعد الفاصل نستكمل حنا وياكم فقرتنا اللي راح تكون ان شاء الله عن محبه الناس. هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق،